دي استوديو احمر. السلام عليكم. احنا النهارده هنبتدي مع بعض مقرر جديد اسمه مهارات الاتصال والعرض. المهارات الاتصال والعرض عباره عن مقرر ساعتين معتمدتين. المحاضره بتاعتنا وهيبقى فيه تمرين للتطبيق على المقرر. المقرر بيتكلم عن مجموعه من النقط المهمه والخاصة بالسوفت سكيلز اللي بيكتسبها المهندس زي مهارات الاتصال ومهارات التحدث والإرسال. والنوع الثالث أو الشابتر الثالث هيتكلم عن مهارات الإنصات، والشابتر الرابع بيتكلم عن مهارات العرض وإزاي تعمل البرزنتيشن، وكمان إزاي تقدر في نهاية الكورس إن أنت بعد ما تتخرج تكتب السي في بتاعك. هنبتدي النهاردة بمهارات الاتصالات. الاتصالات الإدارية عندي النقط اللي هنتكلم فيها هي تعريف الاتصالات وأهميتها، خصائص الاتصال الفعال، عناصر الاتصالات، معوقات الاتصال وأنواع الاتصال، وهنتكلم عن المهارات الجوهرية للاتصالات الإدارية الفعال. هنبتدي الأول بتعريف الاتصالات. تعريف الاتصالات الإدارية عبارة عن إنتاج أو توفير أو تجميع البيانات اللازمة لاستمرار العملية الإدارية. طبعا أي عمل بيحتاج لمجموعة من البيانات ومحتاج مجموعة من المعلومات علشان العمل ده ينجح، وأي مؤسسة في الدنيا بتشتغل يبقى لازم يكون فيها بيانات مظبوطة ومعلومات مظبوطة وكيفية إيصال المعلومات الصحيحة، وده اللي هنبدأ نتعرف عليه. عندي أهمية الاتصال، بنقول إن دايما 75% من 75 ل 95% من الوقت اللي بيستهلكه المديرين في الأعمال اليومية بيكون في عمليات الاتصال، وده بيقود الاتصالات إلى ممارسة القوة والسلطة. وتهتم الاتصالات دايما بتوحيد الجهود المختلفة في التنظيم، كمان بتهتم بإحداث تغيير في السلوك، وسيلة فعالة في إحداث التأثير المطلوب لإنجاز الأهداف. يبقى أي مدير أو أي منظومة يومية بتشتغل من خلال مجموعة من الاتصالات، سواء كانت الاتصالات دي اتصالات كتابية أو اتصالات كتابية طبعا من خلال التقارير والبيانات والأوامر اللي بتروح في شكل كتابي، أو اتصالات بنقول إن هي اتصالات هاتفية أو اتصالات مباشرة، ودي بتتم من خلال اللقاءات اللي بتحدث ما بين الأفراد مع بعضهم البعض. فبنتكلم النهاردة إن هيبقى عندي أنواع من أنواع الاتصالات المختلفة، سواء كان ده اتصال كتابي بيتم ممارسته من خلال التقارير، او اتصال شفهي ممكن نسميه اتصال جماهيري، ده لما يكون حد بيعمل خطاب في التلفزيون يبقى دايما يقول لك خطاب الرئيس مع الشعب من خلال الاتصالات المباشره، ده بنسميه خطاب جماهيري لان دايما بيبقى معروض على عينه كبيره من الناس. عندي بتتميز خصائص الاتصال الفعال في السرعة والدقة وانخفاض التكاليف وسهولة الاستخدام والإقناع والتأثير. دايما هنقدر نقول إن الاتصال ده effective communication لما يكون الاتصال ده بيتم بسرعة ويعمل على نقل الرسالة بأقصى سرعة ممكنة. اتنين، دقة نقل المعلومات والبيانات كاملة دون تشويه أو تغيير. والدقة دايما لو هنتكلم عن الدقة تحديدا يبقى أنا هتظهر أكتر في الاتصالات الكتابية، لأن دايما الكتابة دي لازم تكون بصياغة واضحة وتكون نقط واضحة علشان ما يحدثش خطأ في أو تشويه في إيه المعلومات أو البيانات. تمام، انخفاض التكاليف، يبقى دايما الاتصال الجيد دايما هو اللي بيحقق الغرض المطلوب منه بأقل تكلفة ممكنة. ودايما زي ما احنا شايفين كده وفي الأزمة الأخيرة اللي حصلت أزمة كورونا، إن الاتصالات دايما او ان احنا دايما التعليم اتجه للاونلاين والاي ليرنينج، وده نوع من انواع الاتصال. والاتصال ده قدر ان احنا من خلال التطور اللي حصل ان احنا نعدي الازمه بتاعه الكوفيد 19. المطلوبه كمان
هيتميز بسهولة الاستخدام، والاتصالات هتبقى ماشية عن طريق تعمل اتصالات على تسهيل الإجراءات وتيسير الأعمال أو أداء الأعمال. يبقى دايما الاتصالات المباشرة واللي هيكون عندي سهولة في استخدامها، ده هتديني effective communication. الإقناع والتأثير، ويتميز أو يتسم الاتصال الفعال بالقدرة على إقناع المرسل إليه والتأثير فيه. يبقى دايما أنا هعمل اتصال مع شخص من خلال إن أنا هنقل معلومة أو هنقل فكرة أو هنقل طريقة في العمل، فلازم الكلام ده يكون فيه نوع من عملية الإقناع والتأثير في الأشخاص اللي قدامك علشان ينفذوا المطلوب. كمان لازم يكون عندي شمول في الاتصال علشان يكون اتصال فعال، وده بيكون عن طريق إن إحنا بنقدر نغطي إدارات وأقسام المنظمة والعاملين فيها بشبكة منظمة من الاتصالات. يعني دلوقتي في المانجمنت سيستم، النظام لإدارة أي منظمة بيبقى نظام إلكتروني، نقدر كلنا إن إحنا نبعت ميل في نفس الوقت، الإيميل ده بيظهر لكل الموظفين سواء كانت دي مجموعة من الإرشادات أو التعليمات اللي هم عايزين يبعتوها. ده بيظهر في كل المؤسسات، لازم يكون عندهم مانجمنت انترنت سيستم MIS، وعندنا وفرة للمعلومات وسهولة الحصول عليها. ده من خصائص الاتصال الفعال، لازم نوفر المعلومات مختلفة سواء كان بأشكالها المكتوبة أو المسجلة أو المصورة. وضوح المعاني، وده يجب أن تتكيف المعلومات على أساس الطرف المرسل إليه وليس كما يراها المرسل. يعني دايما هنقول هنراعي اختلاف الثقافات ما بين الناس. يعني لو أنا هخاطب حد في فئة أعلى مني، فأنا هبقى عارف إن طريقة معينة في التخاطب بتاعه، لكن لما هنزل في المستوى لازم أراعي الفروق الفردية ما بين الناس واختلاف الثقافات والعادات. كمان لازم الاتصال يهتم بالعوامل النفسية للأشخاص، ويتم الاستقبال الجيد من الشخص لما يكون في حالة نفسية تؤهله لاستقبال المعلومات. يعني أنا لو بدير مؤسسة وعايز إن الإدارة بتاعة الموضوع تمشي كويس، يبقى لازم أخلي الحالة النفسية بتاعة الناس كويسة علشان بعد كده أؤهلهم لاستقبال المعلومات. مراعاة الاختلافات الفردية قلنا قبل كده، زي ما كنا بنقول في وضوح المعاني، وقلنا لازم نشوف الشخص المرسل إليه، لازم أراعي الفروق الفردية ما بين الأشخاص وبعضها. عناصر الاتصالات، عندي المرسل وده الطرف اللي بيقوم بتوجيه الأوامر أو تقديم المعلومات، عندي العنصر الثاني المستقبل اللي بنسميه الريسيفر، وده الشخص أو المجموعة المستهدفة من الاتصال، عندي المسج ذات نفسها اللي هي الأفكار والمعاني والمفاهيم والتوجيهات، عندي الوسيلة دي الأداة اللي أنا هستخدمها للنقل الأفكار، الهدف لازم يكون عندي هدف محدد بسعى يسعى الاتصال إلى تحقيقه، الزمن كمان لازم أختار الوقت والتوقيت المناسب للاتصال، التكنيك الطريقة اللي بتنطلق أو تتحدث بها الرسالة، المكان هيختلف وفقا لموضوع أهمية الرسالة، وأهم نقطة هناخدها في الآخر الفيدباك، التغذية المرتدة، ودي بتبين مدى نجاح أو فشل الرسالة. يبقى أي حد فينا بيعمل اتصال يومي مع أي حد، هو بيكون هو المرسل، الشخص اللي قدامه المستقبل هيكون عنده رسالة معينة، الرسالة دي بيبقى جواها هدف، لازم بيختار الوقت المناسب علشان يحصل اللي يحقق فيه الاتصال، الطريقة اللي بتناسب الشخص أو بتنطلق أو بتتحدث بها الرسالة، المكان المناسب وبتختلف وفقا لأهمية وموضوع الرسالة، ولازم بعد كده اخد الفيدباك او التغذية الراجعة علشان ابين ان انا قدرت، اشوف اذا كنت قدرت اوصل للرسالة ولا لا. عندي معوقات للاتصالات الادارية، ودي بترجع لثلاث اسباب. معوقات تنظيمية، ده تتمثل في عدم وضوح الاهداف ومشاكل السلطة والتخصص ونقل التعليمات والبيانات والمعلومات. يعني ايه معوقات تنظيمية؟ يعني في مؤسسة ومش واضح الملامح، يعني انا ببقى صاحي رايح الشغل الصبح كمهندس مش عارف انا هاخد التعليمات من مين، الشركه فيها اكتر من مهندس وكل واحد برايه وكل واحد بيدير وكل واحد عايز يدير كلامه، يبقى دي اسمها معوقات تنظيميه، مش باين راس معينه او مش باين شخص محدد هو اللي انا هقدر اخد منه التعليمات، فكل ما حد يقابلني يديني معلومه فيبقى كده عنده معوقات تنظيميه، مفيش نظام فانا مش عارف مين اللي بينقل المعلومه الصح. في معوقات انسانيه تتمثل في السلوك الفردي والنزاعات الشخصيه، يعني في حد بيتقبل الرسالة من شخص وحد ما بتقبلش منه الرسالة، فده بيؤدي ان يبقى فيه معوقات في الاتصالات، ما بقدرش اتواصل معاه، تلاقي واحد يقول لك انا الصبح انا والله بشتغل في المؤسسة دي بس فلان انا مش هتعامل معاه، دي اسمها معوقات انسانية.
يعني في اختلاف ما بينهم في وجهات النظر، فما بيعرفش يتواصل معاه وبالتالي الشغل بيتعطل. معوقات لغوية، ودي بتبرز المعوقات عند كتابة موضوع الاتصال أو التعبير عنه بصورة شفهية من خلال تعبيرات غير واضحة. يعني دايما لما اجي حد تروح تقول له انا عايز اعمل كذا، يقول لك والله ممكن، ممكن ده تعبير غير واضح، يعني ممكن ده معناه اه ولا لا، يبقى انا دايما مش عارف، يبقى ده معوق لغوي، يعني محدش بيديني اجابة واضحة، فدي من معوقات الاتصال. عندي كمان معوقات التخصص، يعني ممكن بكون بتكلم مع شخص انا هو مش في نفس التخصص، وبالتالي هو مش فاهم اللغة اللي انا بتكلم بيها، يعني مش فاهم ازاي انا هوصل له الموضوع. حجم المنظمة وموقعها الجغرافي، طبعا كل ما يكون المنظمة كبيرة فعملية الاتصالات بتاعتها بيكون فيها مشاكل لو العمليات ما كانتش منظمة. في معوقات كمان بتتعلق بكثرة المعلومات او قلتها عن الحد المطلوب، انا عايز اخد بيان معين وكل ما بوصل لبيان كمهندس ما مش قادر اوصل للبيان كامل، فبالتالي ما عنديش الموضوع كامل على بعضه، فما اقدرش احكم على القضية اللي أنا بناقشها أو على المشروع اللي أنا بشتغل فيه. معوقات خاصة بغياب التغذية المرتدة، ودي غياب معلومات توضح مدى استجابة المستقبل، لأن قلت لك بعد ما هتعمل الاتصال لازم تعرف تاخد الفيدباك بعد كده، هل الرسالة وصلت له بشكل صحيح؟ هل استجابته للرسالة كانت مظبوطة؟ ومن خلال الاستجابة للرسالة هتعرف إذا كانت قدرت توصل له الرسالة ولا لا. معوقات خاصة بالبيئة، ودي بنسميها معوقات من حيث استقرار البيئة وديناميكتها. عندي أنواع الاتصالات، في الاتصالات الرسمية والاتصالات الغير رسمية. الاتصالات الرسمية اللي هي بتتم من خلال خطوط السلطة بالهيكل التنظيمي. الاتصالات الغير رسمية دي بتتم خلال التنظيمات الغير رسمية، وغالبا ما تكون من خلال مراكز غير متخصصة، وتتخذ شكلا علنيا أو سريا وفقا لمين؟ للأحوال. عندي نوع ثالث عن أو عندي النوع الثاني من الاتصالات، الاتصالات المكتوبة، ودي بتكون عبارة عن الأوامر والتعليمات المكتوبة، الخطابات الداخلية، المذكرات القصيرة، التقارير، الشكاوى اللي بتتقدم في الشغل، فده كلها دي اتصالات مكتوبة. عند الاتصالات الشفهية دي بيتم فيها تبادل المعلومات بين المتصل بشفهة عن طريق الكلمة المنطوقة. وسائل الاتصالات الشفهية متعددة زي الميتنج والمكالمات الهاتفية والندوات والاجتماعات، وده نوع خطير من انواع الاتصالات، لان ده بيحصل فيه مس اندرستاندنج كتير نتيجه اختلاف الثقافات واختلاف العادات زي ما قلنا. في نوع تاني من الاتصالات، او بيصنفوا الاتصالات عن طريق الاتصالات الهابطه والاتصالات الصاعده. لما نقول اتصال هابط معناه اتصال من اعلى الى اسفل، يعني من اعلى راس في المنظومه لتحت، يعني من المدير الاداره للاخصائي وهكذا. عند اتصالات صاعده دي اللي بتبتدي بالعكس من تحت لفوق، يعني ده اللي ببدأ بيها من المرؤوسين لمين؟ إلى الرؤساء، وبتنتقل من أسفل إلى أعلى. عندي اتصالات أفقية واتصالات جانبية. الاتصالات الأفقية دي بتعمل على سد الفجوة التي وجدت من الاتصالات الهابطة وكذا الصاعدة، فهذه الاتصالات تتيح الفرصة لتبادل المعلومات لإنجاز أهداف المنظمة. المقصود إيه بالاتصالات الأفقية؟ إن الاتصالات اللي ماشية في خط أفقي، يعني ما بين ناس ليهم نفس الوظيفة، يعني لو بنتكلم على مديرين يبقى ده اتصال ما بين مديرين الإدارات كلهم، لو بتكلم عن أخصائيين يبقى دي اتصالات ما بين جميع الأخصائيين اللي موجودين. الاتصالات الجانبية، ودي اتصالات ما بتاخدش خط السلطة الرسمي، وبيتم من خلالها تبادل المعلومات وإعطاء الاستشارات والنصائح للإدارات المختلفة. عندي الاتصالات الداخلية والاتصالات الخارجية. الاتصالات الداخلية دي اللي بتكون داخل المنظومة وقد تكون مكتوبة أو شفهية، لكن الاتصالات الخارجية لازم تكون اتصالات مكتوبة. المهارات الجوهرية للاتصالات الإدارية، مهارات التحدث، مهارات الإنصات، مهارات الكتابة، مهارات القراءة، مهارات استخدام الاتصالات غير اللفظية اللي احنا بنسميها البادي لانجوج. مهارات التحدث والحوار دي من أهم العوامل اللي يجب مراعاتها لاكتساب مهارات العرض والتقديم، تحديد الهدف من الحديث، التعرف الجيد على المستمعين، تحديد محتوى الحديث. كمان من مهارات التحدث والحوار التوقف عن الكلام بين اللحظة وأخرى، يعني ما حدش يفضل قاعد بيتكلم طول الوقت، لازم تدي لنفسك فرصة إن أنت تسمع وتاخد نفس، عشان السرعة في الكلام ده بيسبب تشويش للآخرين. متابعة ردود أفعال المستمعين، اختيار نبرة الصوت المناسبة،
وتفهم الحالة النفسية للمستمعين ومستوى ثقافتهم، الإنصات الجيد للتعليقات، التكيف مع الأنماط المختلفة للمستمعين. مهارات الإنصات الفعال، العناصر التي يجب توفرها علشان لكي يكون هناك إنصات فعال، لازم يكون عندي تفرغ كامل للمتحدث، إعطاء الفرصة للمتحدث، الانتباه إلى السلوك الغير لفظي، التركيز على الأفكار والعناصر الرئيسية. من مهارات الإنصات الفعال تجنب تصنيف المتحدث، عدم التأثير السلبي على عملية الاتصالات، تشجيع المتحدث وتحفيزه، توجيه الأسئلة والاستفسارات، تقبل الانتقاد والإنصات الجيد للاعتراض. عندي بعد كده مهارات الكتابة والتحرير، دي بنسميهم السيفن سيز، 7 حاجات بيبتدوا بحرف السي، وتتمثل في الكومبليتنس والكونشنس والكونسيدريشن والكونستركشن والكلاريتي والكوريستي والكوركتنس. دول بتتمثل دايما الكتابة، لازم يكون في اكتمال، اختصار، اعتبارية، تماسك، وضوح، كياسة، ودقة، وصدق. مهارات القراءة، غالبا ما يحتاج المدير إلى قراءة العديد من التقارير والمذكرات، بالإضافة إلى اعتماده للخطط والبرامج والعمليات، إلى جانب توقيعه على القرار وطلباته، من ثم يجب أن يتسم بالخصائص التالية: السرعة والدقة والتفكير المنطقي والتحليل والربط والإنتاج، التفسير الموضوعي للمادة التي يتم قراءتها للتسجيل والتفهم. عندي بقى مهارات الاتصالات الغير لفظية، النون فيربال كوميونيكيشن، ودي من خلالها اللي انت تقدر تستطيع قراءة مشاعر وأحاسيس الأفراد من خلال حركاتهم وتعبيراتهم. نقل معاني عن طريق الاتصالات الغير لفظية له نفس التأثير الاتصالات الخاصة باللفظية، ودي محتاجة الأشخاص اللي بتفهم البادي لانجوج، يعني لغة الجسد زي ما بنقول، ومن خلال قراءتك للشكل اللي قدامك هتقدر تعبر عن موافقته أو رفضه عن الموضوع. المهارات الغير لفظية بتساعدنا دايما على الوقوف على حالات الأفراد من حيث البهجة والسرور والتعجب والخوف والحزن، ده بيبان على ملامح الشخص. ودايما يقول إن نجاح المدير من خلال إنه يتفاعل بنجاح مع مرؤوسيه من خلال ملاحظته لسلوكهم ومتابعته لتعبيراتهم الغير لفظية. عندنا بعض السلوك الغير لفظي ومعناه في عملية الاتصال، لو بنتكلم عن حركة رفع الرأس، ده معناه الموافقة والرضا، الابتسامة بتعبر عن الارتياح، الضغط على الأسنان بيعبر عن التوتر العصبية، قدم الشفاه بيعبر عن العصبية، رفع الحواجب المفاجأة والدهشة، فتح الفم بيعبر عن الخوف. دي بعض السلوكيات الغير لفظية ومعناها في عملية الاتصال. وبكده نكون قدرنا نوصل النهاردة لمفهوم كامل عن عمليات الاتصال، سواء كانت الاتصالات اللي بتتم في المؤسسات، سواء كانت اتصالات صاعدة أو هابطة، واتفقنا إن عندنا بعض العناصر للشمول والوضوح، وده بيكون من مميزات الاتصال الايه الفعال. ان شاء الله ان شاء الله نكمل المحاضرة القادمة ونتكلم عن مهارات الانصات الفعال وازاي تقدر. شكرا، المحاضرة الجاية ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور، الف شكر يا دكتور لمجهودك معنا.